عدنا والعود أحمده. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لنا أن الإنفاق في سبيل الله بينجي الإنسان من التهلكة. حول مفهوم الصدقة ومعنى العالي والسامي والراقي للصدقة بيشرفني النهاردة فضيلة الشيخ وليد البسطويسي الداعية الإسلامي، وهو أيضا من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف. يا ألف مرحبا يا مولانا. يا مرحبا، شرفنا بحضرتك يا مولانا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في أحاديث كثيرة عن فضل الصدقة، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة. عايزين نعرف من حضرتك مفهوم الصدقة والفضل العظيم اللي ربنا تبارك وتعالى أعده للمتصدقين في سبيله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدني ويشرفني بداية أن نقدم برقية لسيدنا رسول الله، بما أن حضرتك بدأت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نقول له: عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لكم لن يعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كانت مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلاة وسلاما يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين، مسك ختامهم وتمام لبناتهم وسيدهم وإمامهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة. أعود إلى قول حضرتك يا دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. والمفهوم الواسع للصدقة وأفضلية الصدقة على وجه العموم لا أجد أدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم كثير، من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في هذا اليوم العصيب اللي هو يوم القيامة، المرء في ظل صدقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أفضلية للصدقة أفضل من هذا. صحيح. المرء في ظل صدقته يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حين تدنو الشمس من الرؤوس والعرق يلجم الناس إلجاما. نعم. المرء في ظل صدقته. بس كده، ده منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. نعم صحيح. ولكن إذا كان للصدقة لم يكن لها إلا هذه الأفضلية لكانت كافية. المرء في ظل صدقته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والإنسان لو عاش هذا المعنى والله لطاش العقل. صحيح. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. صحيح. منه الرب مباشرة، ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل هذا اللقاء الذي والله لو لم يثبت الله عقل الإنسان لكاد أن يطيش. صحيح. ما كلم الله نبيه موسى حين كلمه من وراء 70 حجاب. ولكن سبحان الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صلى الله على النبي محمد. وفي رواية تانية: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فاتقوا النار ولو، الله يفتح عليك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
حين يقول النبي فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هل يوجد أقل من شق تمرة؟ شق تمرة يعني نصف تمرة. صحيح. سيدة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها كانت تتصدق بتمرة، فقيل لها يا عائشة تمرة؟ تمرة تتصدقين بتمرة يا عائشة؟ قالت كم فيها من ذرة؟ ألم يكن ربنا سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ودونك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية أبي كبشة الأماري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق الذي فاض صدقه على العالمين، ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن، منها إيه يا رسول الله؟ قال ما نقص مال من صدقة. يا سلام. ما نقص مال من صدقة. إن كنت قد معك 10 جنيهات وتصدقت بجنيه، أنت تظن أن المال نقص جنيه، ولكن البركة التي يضعها الله في 9 تفيض على 10، لأنك تتعامل مع رب غني ملك كريم سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أحسن. حضرتك واستأذن السادة المشاهدين نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا تاني، فانتظرونا. عدنا والعود أحمد، روينا بالإسناد المتصل حديث المسلسل بالأولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أول حديث كده لما تيجي تاخد علم الحديث أو تيجي تاخد إجازات على شيخك، أول حاجة بيقولها لك الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. برحب مرة تانية فضيلة الشيخ وليد البسطويسي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. أكرمك الله يا فضيلة مولانا. عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا، هل الصدقة فعلا بتفتح باب الرزق وبتنمي المال؟ يعني في ناس كتير جدا بيخافوا ان هم يتصدقوا ظنا منهم ان مالي حينقص. طب انا لو تصدقت فعلا مالي حيزيد ولا ما هو يعني شكليا قدامه المال بينقص، لكن حقيقيا المال بيزيد عند الله تبارك وتعالى. فهل فعلا الصدقة وما هي الأدلة إن ربنا تبارك وتعالى بينمي الصدقة؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال حضرتك هل الصدقة فعلا تنقص المال؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا وهو الصادق كما أسلف طبعا وما ينطق عن الهوى، أي نعم، الذي فاض صدقه على العالمين، يبدأ هذا الحديث بقوله ثلاث أقسم عليهن، هو لا يحتاج إلى قسم. ده مين اللي بيحلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم وما ينطق عن الهوى. صحيح. ومع ذلك أقسم النبي. زيادة التأكيد يا مولانا، زيادة التأكيد، لأنه يعلم أن بعض الناس نفوسهم شحيحة وبخاصة في المال. صحيح. لأن المال فضله الله على الآية في على الأولاد في الآية المال والبنون، وقدمه الله على في زينة الحياة الدنيا. صحيح. على البنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى تزيين الله في الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات. نعم، ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا سلام. فهل المال ينقص الصدقة؟ والله ما نقص مال من صدقة. أقول بقول النبي يعني احنا اولا مش محتاجين ان النبي يقسم. نعم. يعني تخيلوا يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاكم وبيقول لك ما نقصت صدقه من مال. نعم. هتقول له احلف ومع نعم. ذلك وبعدين ربنا تبارك وتعالى هو بيقول يعني وما ينطق عن الهوى. نعم. ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فده طبعا يعني ايضاحا لكلام فضيلتكم. اتفضل يا مولانا. اي نعم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا اروع الامثله في استجابتهم للنبي ولرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدقات، وبخاصة في سقي الماء، وبخاصة في سقي الماء، وعلى رأس الجميع ذي النورين عثمان زوج ابنتي النبي رقية وبئر روم واحدة بعد الأخرى الحيي الكريم رضي الله عنه، الذي كانت تستحي منه الملائكة. كان كثيرا ما ينفق ماله في سبيل الله. يا سلام. وحتى اليوم لعثمان بستان من النخيل في المدينة وحساب باسمه. أي نعم، يدر عائدا من الحسنات على عثمان. ومع ذلك النبي يوم أن اشترى عثمان بئر روما قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعدما جهز الجيش العسر، بعدما جهز الجيش واشترى بئر روما. نعم. صدقة للمسلمين. صحيح. وعثمان هو تربية النبي وكفى، وأعطاه الله به بئرا في الجنة. نعم، هو تربية النبي وكفى، تربية النبي وكفى.
وعلى رأس الجميع العشرة المبشرين بالجنة طبعا الذين ذكرهم القائل بقوله قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. يا سلام. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. يا سلام. رجلان قد خلق لنصر نبينا فتظاهر فهم له صهران. أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ثم عثمان ذي النورين الذي كان يسهر ليله بركعة وترا يكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الربان. يا سلام. زوج البتول أخ الرسول وحسبه ليث الحروب منازل الأقران. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. الله الله أسأل الله, الله. الله. أسأل الله. أنت حضرتك ذكرتني بحاجة جميلة جدا من الكلام الرائع. الصراحة أنا مستمتع جدا بالحلقة مع حضرتك والله واستفدت كتير جدا. أنت حضرتك ذكرتني أن سيدنا عثمان بن عفان يا جماعة كان يقوم الليل كله بركعة واحدة. سبحان الله كان يبارك الله ربنا كان بيبارك في الوقت. ولذلك أنزل الله فيه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم نعم. ولأبأ بل يزيد سيدنا عثمان شرفا حين قال له النبي لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. الله صحيح. لكرامة عثمان ولمنزلة عثمان عند النبي. النبي قال في شأن رجل تستحي منه الملائكة. صحيح. ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله وبخاصة في سقي الماء. وفي سقي الماء الماء فيه كل الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكل كما حضرتك عارف أن كل هي من ألفاظ الشمول بل هي أقوى ألفاظ الشمول. صحيح. وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل الحياة منبعها وأصلها من الماء. يا سلام. منبعها وأصلها من الماء. يا سلام. مولانا في سؤال تاني عايز أسأله لحضرتك. هو ممكن الإنسان يتصدق؟ لأن السؤال ده جالنا كتير جدا. هل ممكن الإنسان يتصدق يعني هو مش متجوز؟ نعم. فهل هو ممكن يتصدق بنية تيسير الزواج؟ ده اللي هعرفه من حضرتك. ولكن خلينا نروح لتقرير نشوفه ونرجع تاني تقرير نشوفه مع حضراتكم فانتظرونا. عدنا والعود أحمده. أنا يا مولانا بعد ما شفت التقرير ده انتبهت لحاجة مهمة جدا. قرية ضلاس أو ضلاص اللي عايز يقرأ بحفص يقرأ واللي عايز يقرأ بورش يقرأ. لكن اللي أنا عايز أقوله قرية ضلاص اللي في محافظة بني سويف قصتها كلها بتنتهي ب 350 ألف جنيه. إزاي؟ هم محتاجين 10 آبار ارتوازية. البير الواحد بيتكلف وبئر دي مؤنثة على فكرة بالمناسبة يعني. فالبير الواحدة ده أدق يعني وأصح في اللغة. بئر مؤنثة في اللغة ويقول الله تعالى بئر معطلة ما قالش معطل. خلي بالكم من الحتة دي. المهم يعني البير البئر الواحدة بتتكلف 35 ألف جنيه. 35 ألف جنيه القرية دي محتاجة 10 آبار. أنا أعرف ناس بتطلع زكاة مالها أكتر من 300 يعني القرية دي محتاجة 300 هتضرب بقى العشرة في 35 هديك 350 ألف. 350 ألف جنيه. وأنا أعرف ناس بتطلع يعني أكتر من كده بكتير من زكاة مالها تحل أزمة قرية بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني إيه؟ الناس الضعاف دول اللي مش قادرين يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هم موجودين بيدعوا للي بيجاهدوا. فبسبب دعائهم ربنا بينصر اللي بيجاهدوا وبسبب دعائهم ربنا بيرزق اللي بيشتغل. ولا إيه يا مولانا؟ أحسن أحسنت وأحسن الله إليك. ربنا يبارك فيك. يعني التقرير سبحان الله في أناس يعني لا يجدون شربة ماء. وزي ما حضرتك تفضلت في بعض الناس ربما يتصدق أو يخرج من زكاة ماله ما يتفوق على هذا الرقم فيكون بهذا الرقم أحيا بلدة بأكملة وهي في ميزان حسناته يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا لأربعة نفر يعني أي إنسان في الدنيا لا يخلو إما أن يكون واحدا من هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم النبي في هذا الحديث. إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما. سبحان الله.
رجل آتاه الله مالا وعلما، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق، يعلم حق الله في هذا المال من أن في أن ينفق زكوات وصدقات. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق، فهذا بأفضل المنازل. والنبي ضمن له الأفضلية، ليه؟ لأنه ينفق من هذا المال بعلم، يعلم أين ينفق هذا المال وأين يتصرف في هذا المال، ينفقه في موضع. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ده رجل تاني. فقال لو أن لي مالا، ده بتجرب النية. ولذلك سبحان الله، إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في البخاري. أي نعم، أول حديث. ويقول بعض أئمة الحديث: لو كنت مصنفا كل يوم كتابا في الحديث لبدأت بهذا الحديث. الله الله، الحديث الجامع المانع. صحيح، إنما الأعمال بالنيات. أيعجز الإنسان أن يتاجر حتى مع ربي ولو بالنية؟ ولو بالنية. الرجل الثاني يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو بنيتي هما في الأجر سواء. صحيح، تخيل، هو لم ينفق ولكنه النية، هو بنيتي هما في الأجر سواء. وده يعني يوضح لنا حديث: من هم إذا هم أحدكم بحسن. أحسن، إذا هم أحدكم بحسن فعملها فله إيه؟ كتبت له حسن. الرجل الثالث في حديث النبي: إنما الدنيا لأربعة نفر. الرجل الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه. يعني احنا عمالين بنقول في تقارير وفي ناس محتاجة وفي ناس بتحتاج إلى الماء وسقي الماء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وما زرع ابن آدم زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة، حتى لو أن الحيوان وفي كل كبد رطبة في كل ذات كبد رطبة أجر. صح، سبحان الله، يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. لما سألوا الصحابة رضوان الله عليهم: وإن لنا في البهائم لأجرا. نعم، تتعامل مع رب ملك غني كبير متعال سبحانه وتعالى، يتقبل الصدقة بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه وسلطه على هلكته، ولكن ليس في أوجه الخير، ليس في أبواب البر، ليس في جبر الخواطر، ليس في رحمة للضعيف، وليس في توكيرا للكبير، ولا رحمة ولا رأفة بالصغير. النبي بلغ من رأفته صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ما ورد لنا عن النبي نتعلم، يقول النبي: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. النبي كان يجبر بخاطر طفل صغير وهو يقول له: يا عمير، يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ يسأله عن عصفوره، أخو أنس بن مالك. تخيل يسأله النبي عن عصفوره، ده بيجبر بخاطره. أي نعم، فهؤلاء هم يستحقون جبر الخاطر. أولى أن يجبر. والله ذهبت في مرة في مركز الوسطى تقريبا بن سويف، ورأيت فرحة الناس والفرحة في أعينهم. فرحتي أنا كانت أكثر من فرحتهم. يا سلام، فرحتي والله كانت أكثر من فرحتهم. وأنا أناشد الجميع: من أراد أن يستثمر ويتاجر مع ربي فليذهب فليتاجر مع هؤلاء. من سلام. أراد أن يتاجر مع ربي، والله رأيت بعيني رأي العين. يا سلام. يقال عنها بيوت تجاوزا، يقال عنها سكن تجاوزا إن صح التعبير. ولكن سبحان الله تقدر تقول كده، يعني كما هو حال أفقر الأرياف من 100 سنة. ارجع 100 سنة ورا كده تجد هؤلاء الناس يعيشون هذه المعيشة. أنا هستأذن حضرتك لفاصل ونيجي نكمل صفات الرجل الرابع، كتبه عندي هو عشان ما نساهوش. تمام، أحسن. نطلع بس نشوف التقرير ده ونرجع تاني مع حضراتكم، فانتظرونا. برحب مرة تانية بفضيلة الشيخ وليد البسطويسي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. مرحبا يا سيدي. أكرمك الله. حضرتك كنت بتصف لنا الرجل الرابع. نعم، وقطعنا سيادتك ورحنا التقرير، فنكمله مع بعض علشان أنا عندي سؤال تاني سألته لحضرتك، بس نشوف الأول الصفة بتاعت الرجل الرابع ده ونرجع تاني نسأل حضرتك السؤال. اتفضل. أحسن. أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الرجل الأول تحدثنا عن رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه ويعلم لله فيه حق، فهذا حق الله في هذا المال، ويعلم لله فيه حق، فهذا بأفضل المنازل.
ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي هذا الذي يتصدق وينفق في سبيل الله. يقول النبي هو بنيته هما في الأجر سواء، هذا بأفضل المنازل. نعم. هو بنيته هما في الأجر سواء. نعم. رجل الثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فسلطه على هلكته، يخبط في شمال ويمين، ولكن سبحان الله لا يعرف الحق طريقا ولا يعرف للصدقة طريقا ولا يعرف للصدقات طريقا ولا يعرف الفقراء طريقا، ولكنه ينفق ماله في كل ما يغضب الله. في ناس كده. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أنا يقول يعني بنشوف ناس والله، يعني أنا يعني بدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يلطف بيهم. اللهم أمين. بيستخسروا يدوا الجنيه للفقير. ده هو بيستخسر في نفسه. هو بيستخسر في نفسه. نعم. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. نعم. والله الغني وأنتم الفقراء. سبحان الله. والخطير في الأمر، الخطير، وأنا بوجه الرسالة دي لكل شحيح بخيل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هيشيلك من على وش الدنيا، هياخدك بالبلدي كده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، الآية واضحة مش محتاجة شرح، ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا يا مولانا، نسأل الله السلامة. الرجل الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وقال عنه هذا بأخبث المنازل، الرجل الذي أتاه الله المال ولم يؤته العلم. فهو لا يعرف لا يعرف للحق طريقا ولا للخير طريقا ولا للإنفاق طريقا. الرجل الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، رجل لم يؤته الله مالا ولا علم، محروم من كل شيء، لم يؤته الله مالا ولا علما، هو يتمنى لو أن له مالا لعمل فيه بعمل فلان، اللي هو الثالث اللي قال فيه النبي هذا بأخبث المنازل. يقول النبي هو بنيته هما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل ومع أنه لم يقدم شيء، ولكن النية السيئة مجهزة ومهيئة عنده، لو أن له المال لعمل فيه بكل عمل، ولكن ليس في سبيل الله، لا في إنفاق ولا في صدقات، ولا يتقرب بهذا المال إلى الله. وكما استمعنا الآن في هذا التقرير، أناس سبحان الله، المرأة المسكينة ديت اللي بيتها اتحرق. أي نعم. دي لو كان عندها مية ما كانش بيتها اتحرق. سبحان الله. فده يوضح لك قد إيه أهمية المية، مش للشرب بس. أي نعم. لحاجات كتيرة جدا. أهمية الماء لا تخفى على أحد. صحيح. أهمية الماء لا تخفى على أحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا تخفى، لا يخفى على أحد أهمية الماء. وزي ما أسلفنا في فضيلة الشيخ في التقرير، قال إن تكلفة البئر 35,000 جنيه. إيه المانع إن كل إنسان وسع الله عليه في المال، هو لا يدري أي عمل يحمله إلى رب. صحيح. هو لا يدري أي عمل يصق الموازين. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صحيح. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الميتة السيئة تصد عنه الصدقات، زي ما قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى من عصيت، في حق من عصيت، قياسا لا تنظر إلى صغر الصدقة. نعم. ولا ولكن انظر إلى من تتصدق في سبيله، ولا تحقرن من المعروف شيئا. صحيح. ولو أن تلقى أخاك. الإنسان يقدر يستثمر ماله عند الله ويقدم ماله عند الله. 35,000 جنيه حق البئر وهمش كتير على أي إنسان غني. ولنفرض أن الفقراء سبحان الله أحيانا فقراء يتصدقون أكثر من أصحاب الأموال، دي حقيقة. وإيه المانع أن كل أسرة أو كل قبيلة، شكر النبي أو قال كل سبق درهم، سبق درهم 1,000 درهم. أحسنت. سبق درهم 1,000 درهم. إيه المانع أن أنا لو معايا 35,000 جنيه أتصدق في سبيل؟ طب مش قادر أنا وإخواتي وأصحابي وأصدقائي في العمل بعض. أجمع وحياخدوا نفس الثواب يا مولانا. أي نعم. نتعامل مع رب ملك غني 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 سبحان الله. إيه المانع أن كل شارع أو كل حي يجمع من بعض ويعمل بير؟ ايه المانع ان كل زملاء في عمل يجمعوا من بعض ويعملوا بير؟ فهما في الاجر سواء. ايه المانع ان كل سكان عماره يجمعوا من بعض ويعملوا نفسهم بير، صدقه جاريه؟ انت صدقه جاريه، انت لا تدري اي عمل يحملك الى رب. واختم بنفس الحديث الذي بدات به في اول لقاء، المرء في ظل صدقته. الناس يقفون في الشمس في عرفات القيامه، في عرصات القيامه، في ظل تذكر صدقتي. وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. تذكر هذا اليوم، تذكر وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت ورأيتها على رأس العباد تسير،
وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجليل توسم بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، فكيف المصر على الذنوب ظهور. الله 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 الله. في هذا اليوم العصيب الناس الكل منهم يفر لا يدري إلى أين، ولكن سبحان الله أصحاب الصدقات المرء في ظل صدقته وتحت ظل عرش الرحمن، وتحت ظل العرش بنص حديث النبي سبعة يظلهم الله في ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ودونك آية سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مش بس كده ويكفر، لما تخفيها هي خير لك كمتصدق، ولكن في مثل هذه الأمور إن تبدوا الصدقات فنعم هي، تصدق ولا تخشى من ذي العرش إخلال، تصدق حتى تكون أسوة لغيرك. صحيح. إما فلان يطلع على التلفزيون ويقول أنت صدقت ببئر، تقوم إن أصحاب الأموال وأرباب الأموال يتصدقون ويحزون حزوه وهما في الأجر سواء. والدال على الخير كفاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وأنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إخلال، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. صح. ما عادش بقى حاجة تاني. صح. بالليل والنهار سرا وعلانية، في الليل بينفق، بالنهار بينفق، في السر بينفق، في العنانية بينفق. أسأل الله الذي رزقنا الإيمان بالنبي محمد ولم نرى، ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخلة. واسقنا اللهم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وارض اللهم عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآل النبي محمد الطيبين الطاهرين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وده أحلى ختام أختم بيه مع حضرتك النهاردة، ومفيش كلام بعد كده. فضيلة الشيخ وليد البسطويسي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.